انهيارات متتالية لدفاعات النظام في درعا وقتلى بقصف جوي على أحياء المدينة المحررة. الجيش الحر يتابع تقدمه في الباب ومحيطها ويحاول قطع الطريق على قوات النظام نحو المدينة. هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها على قرى وبلدات في ريفي حماة وإدلب بعد معارك مع جند الأقصى. وفي جولتنا أيضا 3000 طالب جامعي يتقدمون لامتحانات الفصل الأول بريف حلب. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الميدانية، ونبدأ من آخر المستجدات في درعا، حيث أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص السيطرة على كتلة النجار الاستراتيجية أقوى حصون النظام في حي المنشية بدرعا. وأكدت الغرفة أن قوات النظام فقدت السيطرة على أغلب المناطق في حي المنشية وسط ما وصفتها بحالة انهيار في صفوف عناصره، مشيرة إلى أن نظام الأسد استخدم النساء دروعا بشرية في محاولة منه لمنع تقدم الفصائل المقاتلة في الحي. يأتي هذا في وقت دارت فيه اشتباكات عنيفة بين الطرفين على طريق درعا خربة غزالة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام. وفي ظل احتدام المعارك، شنت طائرات الاحتلال الروسي وأخرى تابعة للنظام غارات مكثفة على أحياء مدينة درعا المحررة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وقالت مصادر ميدانية إن الطائرات الحربية أغارت على مشفى ميداني في درعا البلد، ما تسبب بخروجه نهائيا عن الخدمة، فيما طالبت فعاليات مدنية في درعا بإشعال الإطارات للتخفيف من وطأة القصف الجوي على المنطقة. من أقرب نقطة اشتباك تمكن الوصول إليها في حي المنشية ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها غرفة عمليات البنيان المرصوص تحت مسمى الموت ولا المذلة. هذه العملية تهدف لتحرير آخر معاقل النظام في درعا البلد وهو حي المنشية. حتى هذه اللحظة اشتباكات مستمرة من قبل الثوار باتجاه حي المنشية. مشاهدينا، هذه الأحياء تم السيطرة عليها بشكل كامل من قبل غرفة عمليات البنيان المرصوص في ساعات الصباح يوم أمس. حتى هذه اللحظة كما تشاهدون الاشتباكات مستمرة من قبل الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص، وأيضا الميليشيا الأجنبية المصاحبة لقوات النظام الموجودة في حي المنشية. معي هنا النقيب أحمد الشريف في غرفة عمليات البنيان المرصوص ليضعنا أكثر في صورة العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم الموت ولا المذلة. أحمد الشريف، هل تضعنا في الصورة ما هي الخسائر التي تكبدتها قوات النظام والميليشيا الأجنبية حتى هذه اللحظة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت قوات النظام بمحاولة التقدم على حي المنشية، فقام ابطال البنيان المرصوص واهالي درعا بالتصدي لهذه الهجمه الشرسه المدعومه من الميليشيات الطائفيه والاجنبيه، وتم تكبيد النظام خسائر فادحه بالارواح والعتاد. ولحد الان حصيله 50 قتيل لقوات النظام والميليشيات المسانده لها، وتدمير دبابه بالاضافه الى تدمير مدفع 23 والسيطره على كتله مباني من حي المنشية ما يقارب 40 ل 50 مبنى تقريبا. طبعا مشاهدينا، كما وضعنا هنا في الصورة النقيب أحمد الشريف، هذه المعركة مستمرة حتى هذه اللحظة. دعونا نشاهد هذه المباني التي سيطرت عليها في غرفة عمليات البنيان المرصوص ضمن معركة الموت ولا المذلة. هذه المعركة الاستراتيجية بالنسبة للثوار. حتى هذه اللحظة لا تزال الاشتباكات مستمرة في حي المنشية، اشتباكات متواصلة من قبل غرفة عمليات البنيان المرصوص للسيطرة على آخر معاقل النظام في حي المنشية. باسل أبو يوسف، أورينت نيوز، درعا البلد. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من ريف درعا. أهلا بك باسل. بالتأكيد نبدأ من آخر التطورات والمستجدات في حي المنشية.
نعم، لا يزال الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص حتى هذه اللحظة مستمرون بعملياتهم العسكرية التي أطلقوا عليها اسم الموت ولا المذلة. تم السيطرة على كتلة مباني كبيرة جدا داخل حي المنشية. هذه المباني استراتيجية بالنسبة للثوار. طبعا يعتبر حي المنشية آخر معاقل النظام في درعا البلد، وتتمركز به أعداد كبيرة من قوات النظام والميليشيا الأجنبية المصاحبة لها. هذه العملية العسكرية التي أطلقها الثوار تهدف لتحرير هذا الحي بشكل كامل من قوات النظام الميليشيا الأجنبية المرافقة لها. طبعا يخوضون الثوار في حي المنشية معركة أو ما يسمى بحرب المدن، معركة يعني يكون لها صعوبة نوع ما نتيجة أن قوات النظام تنتشر في منازل المدنيين والأماكن سكن المدنيين في أحياء في حي المنشية بدرع البلد. حتى أن يوم أمس قوات النظام والميليشيا الأجنبية المصاحبة لها استخدمت النساء أو الأهالي النساء والأهالي الموجودين في حي المنشية وحي سجنة كدروع بشرية أمامهم أمام تقدم الثوار باتجاه هذا الحي والسيطرة عليه بشكل كامل. طبعا كما أصدرت غرفة عمليات البنيان المرصوص بيانا تحذر فيه الأهالي عن الابتعاد عن منطقة العمل كونها منطقة عمل استراتيجية، وهناك قصف يكون من الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص إلى الأحياء التي يريدون السيطرة عليها أو المناطق أو الأبنية التي يريدون السيطرة عليها في حي المنشية بدرعا البلد. طبعا أصدروا بيان لإبعاد الأهالي وإبعاد النساء والأطفال من تلك المنطقة. طبعا قوات النظام تستخدمهم كدروع بشرية كما ذكروا في بيانهم يوم أمس في غرفة عمليات البنيان المرصوص. حتى هذه اللحظة لا يزال الثوار يدكون المباني الموجودة في حي المنشية كمبنى الإرشادية وغيرها من المواقع. نعم، يعني هل من عناصر أجنبية تساند قوات النظام على الأرض مثل الميليشيات الشيعية التي ساندته في حلب؟ نعم، يوم أمس دخلنا حي المنشية ودخلنا أحد القطاعات التي تمكن الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص من السيطرة عليها. طبعا من خلال حديثنا مع المقاتلين داخل هذه القطاعات المسيطر عليها ومن خلال تفاجؤنا بالخنادق التي حفرت هناك وفي الدشم الموجودة هناك، أخبرونا الثوار أن هذه الدشم يطلقون عليها اسم الدشم الإيرانية كونها من تجهيزات الميليشيا الأجنبية المصاحبة لقوات النظام. طبعا اسطوانات الغاز أيضا التي تستهدف هدف بها قوات أو الميليشيا الأجنبية الموجودة في حي المنشية هي محلية الصنع من صنع حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأيضا حتى أن صواريخ الفيل، عند سؤالنا للمقاتلين من يكون المسؤول عن هذه الصواريخ ومن يقوم بإلقاء هذه الصواريخ، أخبرونا أنه المسؤول عن هذه العربة التي ترمي صواريخ الفيل هم إيرانيو الجنسية. طبعا يستهدفون منازل المدنيين بهذه العربة. طبعا صواريخ الفيل يعد حجم تدمير بحجم تدمير البرميل المتفجر تستهدف به الميليشيات الأجنبية الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في درعا البلد. طبعا منذ مساء يوم أمس أو منذ ساعات الظهيرة في يوم أمس وأثناء تقدم الثوار حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 30 غارة حربية لطائرات العدوان الروسي شنتها على الأحياء المحررة في درعا البلد. أيضا قصفت المناطق المحيطة في مركز مدينة درعا كبلدة النعيمة وبلدة صيدا والجيزة وغيرها من المناطق في الريف الشرقي لدرعا. هذه الغارات نفذتها على منازل المدنيين طائرات العدوان الروسي. طبعا تعتبر منطقة درعا البلد استراتيجية كونها قريبة من الحدود مع المملكة الأردنية، وأيضا تعتبر قريبة جدا أو موجود فيها الجمرك درعا البلد القديم المعروف، وهو المراد من الميليشيا الأجنبية السيطرة على هذا الجمرك. وأثناء محاولاتهم في التقدم باتجاه هذا الجمرك جاء الرد من الثوار بعملية عسكرية أطلقوا عليها اسم الموت ولا المذلة للسيطرة على حي المنشية إيقاف تقدم الميليشيا الأجنبية وقوات النظام باتجاه جمرك درعا البلد القديم الذي هو تحت سيطرة الثوار في درعا البلد. نعم، الآن هناك أنباء تتحدث أيضا عن اشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام على طريق درعا خربت غزالة، ما في تفاصيلها؟ نعم، وصلت تعزيزات كانت من دمشق ووصلت إلى منطقة الجامعات على استراد دمشق درعا. هذه التعزيزات حدثنا ناشطون أن وجهتها قد يكون أحياء درعا البلد لإعادة السيطرة على المواقع التي سيطر عليها الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص، لكن تمكن هناك الثوار من استهداف هذا الرتل القادم إلى محافظة درعا. طبعا حتى هذه اللحظة جاء على دفعات يعني عربات تابعة لقوات النظام كعربات دوشكا وأيضا أسلحة متوسطة
متوسطة تنقل وأيضا آليات تنقل جنود قوات النظام باتجاه درعا البلد. استهدف الثوار المرابطون في مدينة أو على أطراف بلدة خربة غزالة هذه المجموعات التي توجهت إلى هنا. طبعا خسائر كبيرة في صفوف النظام إن كان في حي المنشية بدرعا البلد وصل عدد الخسائر لما يزيد عن 50 قتيل من قوات النظام والميليشيا الأجنبية المرافقة، أعداد كبيرة أيضا منهم بقيت تحت المباني التي تم تهديمها أثناء إرسال المفخخات إلى المواقع أو إلى القطاعات التي كانت تتواجد بها الميليشيا الأجنبية والحرس الثوري الإيراني. طبعا هنا أريد أن أضع المشاهدين في الصورة أن أول الأماكن التي أو خط الدفاع الأول في حي المنشية تتمركز فيه قوات من المخابرات الجوية وأعداد كبيرة من المخابرات الجوية. هذه المباني تم تدميرها من خلال إرسال المفخخات وأيضا حفر أنفاق من تحت الأحياء في من تحت المنازل المسيطر عليها من قبل هذه الميليشيا. من قبل غرفة عمليات البنيان المرصوص تم حفر أنفاق من تحت هذه المنازل وتدميرها بشكل كامل على الأشخاص أو على المقاتلين التابعين للميليشيا الأجنبية وقوات النظام الموجودين في هذه المباني. خسائر كبيرة داخل هذا الحي. طبعا يوم أمس تحدث أحد الضباط التابعين لقوات النظام في مقطع فيديو عن العملية العسكرية التي يشنها الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص باتجاه حي المنشية في درع البلد. تحدث عن حجم هذه العملية العسكرية، حجم الخسائر التي تكبدوها. ونقلنا لكم أيضا نحن الصورة من أحد القياديين في غرفة عمليات البنيان المرصوص عن حجم الخسائر التي تكبدتها قوات النظام والميليشيا الأجنبية المرافقة لها الموجودة في حي المنشية في درع البلد. هذه العملية العسكرية لن تتوقف عند تحرير حي المنشية. طبعا هنا الثوار من خلال إطلاقهم على اسم المعركة باسم الموت ولا المذلة، طبعا هذا إصرار كبير من قبل الثوار على أنه لن توقفهم إن كانت طائرات العدوان الروسي أو أي تحشيدات عسكرية قد يقوم بها النظام بإرسالها إلى المواقع العسكرية الموجودة إن كان في مركز مدينة درعا أو في حي سجنة الذي يعتبر أيضا موقع من مواقع النظام قريب جدا من حي المنشية تم استهدافه من قبل الثوار لإيقاف الضغط العسكري الذي قد يتوجه من قوات النظام والميليشيا الأجنبية باتجاه حي المنشية بدرعا البلد. نعم باسل، تحدث بأنه صدر بيان لإبعاد الأهالي من المنطقة. نتوقف معك عند الأوضاع الإنسانية وأوضاع المدنيين في المنشية وفي درعا البلد في ضوء هذه المعارك والغارات الروسية. نعم طبعا أعداد كبيرة من النازحين نزحوا من أحياء درعا البلد نتيجة حتى قبل هذه العملية العسكرية التي أطلقتها غرفة عمليات البنيان المرصوص كان سبب نزوحهم هو الغارات الجوية وأيضا صواريخ الفيل التي يزيد حجم تدميرها عن تدمير البرميل المتفجر التي استهدفت جميع منازل المدنيين في أحياء درعا البلد. حتى أن قوات النظام لم تترك النازحين أثناء ذهابهم إلى القرب من الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية في أول يوم من عملية قوات النظام باتجاه جمرك درعا البلد القديم، وهذا هو سبب المعركة في درعا البلد. أثناء تصدي الثوار لهذه الحملة أطلقوا العملية العسكرية التي اسمها الموت والمذلة. قامت قوات النظام باستهداف المدنيين القريبين من الشريط الحدودي لتخرج قذيفتين خارج الحدود مع المملكة الأردنية وتسقط في مدينة الرمثة على بالقرب من الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية. طبعا في هذه الأجواء وفي ظل فصل الشتاء أيضا معاناة كبيرة يعانوها الأهالي أو سكان أحياء درعا البلد الذين نزحوا إلى السهول وإلى المناطق التي تعد أقل خطرا وبعيدة عن مناطق الاشتباك ومناطق القصف، لكن طائرات العدوان الروسي تحليقها يكون بشكل كبير جدا حتى فوق الأهالي النازحين من أحياء درعا البلد. بالتأكيد سنبقى بمتابعة مستمرة لآخر التطورات في درعا. أشكرك جزيل الشكر باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من ريف درعا. في اللاذقية تواصل الفصائل المقاتلة عملياتها تحت مسمى الوفاء للشهداء والتي أعلنت عنها قبل عدة أيام، حيث تكثف الفرقة الأولى الساحلية من استهدافها لمناطق تمركز قوات النظام والميليشيات الأجنبية في ريف اللاذقية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن متواجدون الآن، قمنا بقصف مواقع عصابات الأسد في الجبل الأحمر وفي المنطقة الساحلية، ونتوعد النظام بضربات أقصى بإذن الله موجعة، والأيام القادمة ستثبت ذلك، ونحن ماضون إما الشهادة أو النصر بإذن الله تعالى. نار! الله أكبر! الله أكبر! الآن مستمرون في عملية معركة الوفاء للشهداء
وقمنا منذ قليل في دك معاقل النظام بصواريخ الجراد في ريف اللاذقية. الحمد لله الإصابات محققة شبيحة في كنسبة وشلف وجب الأحمر. الله أكبر ولله الحمد. عمليات الوفاء للشهداء في الساحل السوري مستمرة، حيث تكثف الفرقة الأولى الساحلية من ضرباتها المدفعية والصاروخية التي تستهدف بها تجمعات الميليشيات الطائفية في ريف اللاذقية، حيث استهدفت قبل قليل بصواريخ الجراد تجمعات هذه الميليشيات في مناطق الجب الأحمر وقلعة شلف وبلدة كنسبة. محمد الأشقر لأورينت نيوز، ريف اللاذقية. يبقى معنا محمد الأشقر مراسلنا من ريف اللاذقية للوقوف على المزيد من التفاصيل. إذن محمد، نبدأ من أهم وأبرز التجمعات التابعة لقوات النظام وميليشياته والتي استهدفتها الفصائل المقاتلة، وهل من معلومات حول الخسائر التي لحقت بصفوفه؟ نعم ميرا، يعني أبرز المواقع التي تعتبر تجمعات ومعسكرات للميليشيات الطائفية وقوات النظام في ريف اللاذقية والتي استهدفها الثوار بالقذائف المدفعية والصاروخية هي بلدة كنسبة وقلعة شلف ومنطقة جب الأحمر وقمة النبي يونس ومصيف سلمى في جبل الأكراد. طبعا قلعة شلف تعتبر منطقة يعني توجد فيها مدافع ثقيلة وراجمات صواريخ تابعة لقوات النظام وميليشياته الطائفية تستهدف بها مناطق المدنيين في ريف اللاذقية وفي ريف جسر الشغور الغربي، وأيضا يوجد فيها معسكر تابع لقوات أو ميليشيا ما يسمى بالدفاع الوطني. أما بالنسبة لبلدة كنسبة فهي خط مواجهة تقريبا أو خط ثاني مع الثوار، أيضا تعتبر تجمع للميليشيات الطائفية، ميليشيا صقور الصحراء وميليشيا الدفاع الوطني والقوى البحرية السورية. أما بالنسبة لمصيف سلمى وقمة النبي يونس فهاتين المنطقتين تعتبران ثكنات عسكرية تابعة للاحتلال الروسي. أما منطقة جب الأحمر فهي منطقة يعني تعتبر تجمع للميليشيات الطائفية المقاتلة على جبهات الساحل. أما بالنسبة لجبل التركمان أيضا استهدفت مدفعية الثوار برج الزاهية الذي يعتبر أيضا ثكنة عسكرية للاحتلال الروسي، وأيضا استهدف الثوار بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ برج البيضاء الذي يعتبر أيضا منطقة تتمركز فيها مدافع وراجمات صواريخ قوات النظام وميليشياته، وأيضا تلة أبو علي كذلك الأمر. طبعا بالنسبة لتلة أبو علي وجبل البيضاء هاتين المنطقتين تستهدف بهما أو تستهدف بها قوات النظام عن طريق قواعد الصواريخ الموجهة الميم دال وعن طريق راجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة تحاول قطع الطريق الوحيد المتبقي لجبل التركمان، هذا الطريق الواصل بين قرية أوبين وقرية اليمضية في جبل التركمان. طبعا جاءت هذا التصعيد المدفعي والصاروخي من قبل الثوار ضمن سلسلة عمليات الوفاء للشهداء التي بدأ بها الثوار قبل عدة أيام. بدأوها بعملية اقتحام لتلة رشو، تمكنوا من خلال هذه العملية من قتل 27 عنصرا تابعين للميليشيات الطائفية، وأيضا يومها حاولوا التقدم والسيطرة على جبل القلعة. طبعا تمكنوا في بداية الأمر من السيطرة على 75% من هذا الجبل، ولكن لم يتمكنوا من بسط السيطرة التامة على جبل القلعة وعادوا إلى نقاطهم. طبعا إلى حد هذه اللحظة هذه العمليات مستمرة. مدفعية الثوار منذ صباح هذا اليوم أيضا استهدفت قلعة شلف في جبل الأكراد وبرج البيضاء في جبل التركمة. نعم، أكتفي معك بهذا القدر محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز من ريف اللاذقية.
قالت مصادر في الجيش الحر إن الفصائل المنضوية في غرفة عمليات درع الفرات سيطرت على 40% من مركز مدينة الباب، وإن التقدم لا يزال مستمرا من غرب وجنوب المدينة، مشيرة إلى محاولات قطع الطريق عن قوات النظام التي تحاول التقدم نحو الباب. معنا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. إذن خالد، الآن مع سيطرة الجيش الحر على 40% من مركز المدينة مدينة الباب، يعني كيف يبدو الوضع فيما يخص سير المعارك ضد تنظيم الدولة؟ نعم ميرا، حتى الآن ما تزال معارك كحرب شوارع داخل أحياء مدينة الباب بين مقاتلي درع الفرات وبين عناصر تنظيم الدولة. طبعا سبب بطء هذه المعارك، أو لربما يعني هي ليست بطيئة لكن حتى اليوم لم يعلنوها مسيطر عليها بشكل كامل، هي بأن التنظيم زرع ألغام بشكل كثيف في مداخل وأغلب المناطق والسواتر في داخل أحياء مدينة الباب، بالإضافة إلى أيضا استخدام عدد من انغماسيه الذين فجروا أنفسهم منذ يوم البارحة وحتى الآن. ثلاث أشخاص قاموا بتفجير أنفسهم بالأحزمة الناسفة، وأيضا قامت القوات التركية عبر الطيران بتدمير سيارتين مفخختين قبل وصولهم إلى مقاتلي درع الفرات. طبعا هذه استماتة بالنسبة لتنظيم الدولة في محاولة منه الحفاظ على أهم معاقله شرقية مدينة حلب ألا وهي مدينة الباب، لكن عزم كبير بالنسبة لمقاتلي درع الفرات بالسيطرة على مدينة الباب والخلاص منها للانتقال لمرحلة أخرى، وتمهيدا لعودة عشرات آلاف المدنيين الذين هجروا في هذه الفترة. طيب خالد، يعني واضح بأن تنظيم الدولة يحاول يعني الاحتفاظ بمكانه بداخل المدينة ويحارب بشراسة ويقوم بتنفيذ العديد من العمليات التفجيرية، ولكن بالمقابل يعني هل تم تسجيل أي انسحاب لعناصر تنظيم الدولة أو استخدام أي مؤازرات لصفوفه لداخل مدينة الباب؟ خالد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع خالد أبو المجد مراسلنا من ريف حلب، سنعاود الاتصال بك لاحقا إن أمكن. تتواصل المعارك بين فصيل جند الأقصى وهيئة تحرير الشام في ريفي حماة وإدلب وسط خسائر بشرية تكبدها الطرفان. وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة تحرير الشام بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة كفر زيتا وقريتي الصياد وركاية شمال حماة وعلى بلدة كفر سجنة جنوب إدلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع جند الأقصى أسفرت وبحسب ذات المصادر عن مقتل 30 من عناصر الأخير وأسر 35 آخرين. في حمص قصفت قوات النظام المتمركزة في الكلية الحربية بقذائف الهاون الأبنية السكنية في حي الوعر المحاصر بحمص، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح العشرات نقلوا إلى المشافي الميدانية. كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة الرستن بالريف الشمالي، ما أدى إلى جرح عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء. من جانب آخر، تجددت الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية على أطراف مدينة الرستن. وتتواصل المعارك بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط مطار التيفور العسكري شرق حمص. وقالت مصادر ميدانية إن قوات النظام استطاعت السيطرة على قرية شريفة جنوب غرب مطار التيفور العسكري. بدوره تمكن تنظيم الدولة من إيقاف تقدم قوات النظام على أطراف قريتي مرهطان والبيضة الشرقية. وبحسب وكالة أعماق، قتل نحو 60 عنصرا للنظام منذ بداية شهر شباط الحالي على هذه الجبهات، بالإضافة لتدمير آليات عسكرية بينها دبابات وسيارات نقل.
بدورها ادعت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام تواصل تقدمها نحو مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، وباتت على مسافة تقل عن 20 كيلومترا من المدينة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن قوات النظام تمكنت من بسط سيطرتها على مساحة 22 كيلومترا مربعا، بما في ذلك قرية القليب والتلال المحيطة بها، لافتة إلى مقتل العشرات من عناصر تنظيم الدولة وتدمير عدة آليات لهم. أرحب بمحمد السباعي متحدث باسم مركز حمص الإعلامي من حي الوعر، أهلا بك معنا. بالتأكيد نبدأ من آخر المستجدات في ريف حمص الشمالي وتحديدا الأوضاع في حي الوعر المحاصر ومدينة الرستن أيضا. تحية لك ميرا ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة اليوم قوات الأسد وميليشياته متواجدة على أطراف ريف حمص الشمالي استهدفت المنازل السكنية في مدينة الرستن براجمات الصواريخ وقذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط عدة جرحى، عدة إصابات بين المدنيين في تلك المنطقة. طبعا الريف الشمالي يتعرض لقصف مباشر من قبل قوات النظام منذ عدة أيام مضت، وحتى هذه اللحظة كان القصف يتركز على مدينة الرستن تحديدا في ريف حمص الشمالي، بالإضافة إلى أيضا عدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي التي تتعرض أيضا لنفس الهجمة من قبل قوات الأسد وشبيحته. نعم. بالانتقال إلى حي الوعر، طبعا حي الوعر يعتبر آخر الأحياء الثائرة والخاضعة لسيطرة الثوار في مدينة حمص. قوات الأسد أيضا ما تزال مستمرة بالحملة العسكرية على الحي لليوم الخامس على التوالي. اليوم ومنذ لحظات قوات استهدفت حي الوعر بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، بالإضافة أيضا يوم أمس سقط شهيدين وعشرة إصابات بين المدنيين. تم نقل المصابين إلى المشافي الميدانية وسط نقص حاد أيضا بالأدوية والمعدات الطبية. المشافي الميدانية تواجه صعوبة بالغة أيضا في مداوات الجرحى الذين يأتوا إلى المشافي الميدانية، لأن الحصار الخانق المفروض علينا من قبل قوات النظام تجاوز الخمسة أشهر على التوالي، وهذا الحصار كان خانق بكافة المقاييس ابتداء بالمواد الغذائية المقطوعة وانتهاء بالمواد الطبية التي أصبحت مفقودة بشكل كامل من المشافي الميدانية والنقاط الطبية في حي الوعر. نعم محمد، ننتقل الآن إلى الريف الشرقي والمعارك بين النظام وتنظيم الدولة وتحديدا صورة الوضع بمحيط مطار التيفور العسكري. طبعا المعارك مستمرة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد وميليشياتها أيضا في ريف حمص الشرقي. تحاول قوات النظام إبعاد عناصر ومقاتلي التنظيم عن مطار التيفور العسكري. عدة غارات جوية يشنها الطيران الحربي يوميا بالقرب من مطار التيفور العسكري، ولكن لا يستطيع إبعاد تنظيم الدولة. معارك كر وفر جارية بين الطرفين، بين قوات الأسد وشبيحته وبين أيضا تنظيم الدولة وعناصره في محيط مطار التيفور العسكري. قوات النظام اليوم وإعلامه يقول أن قوات النظام قد سيطرت على حقل حيان بالقرب من طبعا في البادية في ريف حمص الشرقي، ولكن حتى الآن لم تصدر وكالة أعماق المقربة من تنظيم الدولة حول هذا الموضوع، إن كانت قوات النظام قد بسطت سيطرته على حقل الحيان أو ما زال تحت سيطرة تنظيم الدولة. في الحقيقة هنالك أنباء متفاوتة حول هذا الموضوع، بالإضافة أيضا إلى استمرار المعارك واستمرار الغارات الجوية على أماكن تمركز التنظيم وعلى بالقرب عفوا من مطار التيفور العسكري. نعم أشكرك جزيل الشكر محمد السباعي متحدث باسم مركز حمص الإعلامي من حي الوعر. يعود وينضم إلينا من جديد خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. خالد، كنا نتحدث عن تحركات تنظيم الدولة عسكريا، هل تم تسجيل أي انسحاب لعناصر تنظيم الدولة أو حتى استخدام المزيد من المؤازرات إلى صفوفه كالتعزيزات العسكرية على سبيل المثال؟
نعم ميرا، حتى الآن لم ينسحب أي من عناصر تنظيم الدولة، لأن المدينة باتت شبه محاصرة، وأيضا لم تدخل إليهم أي مؤازرات لأنه لا تستطيع دخول آليات ثقيلة فقط. وإن كان لدى تنظيم الدولة أي طرق نحو مدينة الباب فيستطيعون الدخول والخروج منها عبر الدراجات النارية، على حد قول قياديين من الجيش السوري الحر، لأن المنطقة محكومة بالقواعد العسكرية مدعومة أيضا بالقوات التركية. طبعا يعني حتى الآن وضع مقاتلي الدولة تنظيم الدولة في مدينة الباب هي شبه محاصرة، ويوميا تخسر عدد من مقاتليها، ربما لن تدوم يعني قوتهم لفترة أطول بحسب قياديين. نعم، طيب خالد، ماذا عن تواجد قوات النظام؟ هل من أي مستجدات فيما يخص هذا الموضوع؟ يعني وهل من أي تقدم جديد بالنسبة لقوات النظام باتجاه مدينة الباب؟ قوات النظام وميليشياته أصبحت جنوب مدينة الباب من قرية أبطلطل، ومن مصادر أكدت لنا بأن ما تزال بلدة تادف تحت سيطرة تنظيم الدولة، ولا صحة لما روجته قوات النظام بأنها سيطرت عليه مدعومة بالقوات الروسية. طبعا مقاتلي درع الفرات منذ يومين يحاولون يعني التقدم نحو دوار تادف بعد أن سيطروا عليه، ربما الآن المعركة كر وفر بينهم وبين عناصر التنظيم، لكن الثبات في هذه المنطقة هي الوحيدة التي تقطع أي طرق على قوات النظام في محاولات منها الوصول إلى مدينة الباب. طبعا مقاتلي درع الفرات ربما ليس لديهم أي ثقة بتنظيم الدولة، على حد قولهم من قام بتسليم عدة قرى في أيام قليلة ربما يتم يعني وصول قوات النظام من خلالهم إلى مدينة الباب، وهذا يفقدهم الهدف الرئيسي لعمليات درع الفرات منذ انطلاقها وتحرير مدينة جرابلس. نعم، اسمح لي خالد، سأرحب الآن بسيف العبد الله مراسل أورينت نيوز من ريف حماة. يعني سيف، يبدو بأن المعارك بين جند الأقصى وهيئة تحرير الشام في ريفي حماة وإدلب متواصلة، الأنباء تتحدث عن خسائر بشرية تكبدها الطرفان، دعنا في تفاصيل الوضع أكثر. نعم، في الحقيقة تستمر المعارك والاشتباكات بين الحين والآخر بين هيئة تحرير الشام ولواء الأقصى الذي أعلن بيعة علنية لتنظيم الدولة. طبعا في هذه الأثناء هناك اشتباكات في محيط خان شيخون، وذلك بعد أن تمكنت هيئة تحرير الشام من السيطرة على كفر زيتا، وذلك بعد السيطرة على طريق الواصل بين الهبيط وكفر زيتا، بالإضافة للسيطرة على وادي العنز، وتمكنوا من طرد تنظيم لواء الأقصى من كفر زيتا. طبعا الآن ينحصر وجود تنظيم لواء الأقصى في منطقة مدينة مورك، بالإضافة طيب إلى يعني سيف، سيطرة هيئة تحرير الشام على مدينة كفر زيتا وقريتي الصياد وركاية شمال حماة وبلدة كفر سجنة بجنوب إدلب، ماذا يفهم من هذه السيطرة لصالح الهيئة؟ نعم، يعني بالنسبة لهذه المعارك التي جرت وهي عبارة عن حصر تنظيم الدولة في هذه المناطق، طبعا المناطق التي بقيت تحت سيطرة لواء الأقصى الموبايل لتنظيم الدولة، هذه المناطق هي مورك وخان شيخون، بالإضافة إلى أن منطقة حيش الآن تشبه شبه حصار من قبل هيئة تحرير الشام التي سيطرت وحاصرتها الآن. طبعا أيضا الجدير بالذكر أن تنظيم لواء الأقصى في محكمة موقع، وبعد الهجوم على هذه المحكمة وقتل السجانين والحراس، أيضا قام بقتل أكثر من 42 عنصر لتحرير الشام في هذه المحكمة. في الحقيقة هم مكبلين، وبالإضافة إلى أن شهادة أحد السجناء أو المساجين الذين كانوا في المحكمة بعد أن أطلق سراحهم يقولون أن الإعدام جرى بشكل مباشر وميداني، بالإضافة إلى تلفظهم بلفظ أنهم من تنظيم الدولة. طبعا يعني في الحقيقة يعني عدد القتلى يرتفع من الطرفان، وذلك نتيجة ارتفاع أو نتيجة حدة الاشتباكات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن هيئة تحرير الشام اتخذت قرار باستئصال لواء الأقصى ورفض لواء الأقصى لأي انصياع سواء كان لمحكمة شرعية أو غير ذلك، بالإضافة إلى أن المعارك في هذه المناطق يعني أيضا قام لواء الأقصى بالانسحاب من جبهة طيبة الإمام، بالإضافة إلى استلام جيش العزة نقاط الرباط مع قوات النظام في هذه النقطة. يعني في الحقيقة الساعات القادمة ربما تكون أيضا يعني مليئة بالأخبار والمعلومات حول سيطرة أو تجدد هذه الاشتباكات و
معلومات جديدة. نعم أخرى. سيف، سأعود مرة أخرى الآن إلى خالد. بالنسبة لأوضاع المدنيين، من بقي في الباب؟ كيف تبدو أوضاعهم؟ وبالنسبة للمدنيين الذين استطاعوا الخروج منها أو النزوح عنها أيضا، كيف تبدو أوضاعهم؟ نعم، آلاف المدنيين ربما تحت رقم 5000 ويعني فوق 3000، هذا الرقم التقريبي الذي وصلنا، هم من بقي في مدينة الباب، بقيوا شبه محاصرين. طبعا قبل أشهر من الآن تنظيم الدولة منع خروجهم بحجة بأنهم يذهبون إلى أراضي المرتدين على حسب قوله، ألا وهي مناطق التي يسيطر عليها مقاتلو درع الفرات، ويمنعهم من الخروج. طبعا من يحاول الخروج من المدينة بشكل تهريب يقع ضمن حقول الغام التي يزرعها تنظيم الدولة، ومن بقي في المدينة أيضا يرتقي شهيدا جراء ربما الغارات الجوية والقذائف المدفعية التي تنهال على المدينة. تنظيم الدولة يتنقل بين بيت وآخر في أحياء المدينة الباب. أيضا من خرج منها ويقدر عددهم بأكثر من 100,000 مدني خارج مدينة الباب أيضا يعانون أوضاع مأساوية لبرودة الطقس. نحن الآن على الهواء مباشرة، يعني البرد بشكل كثيف قارس، وأيضا المدنيين ربما لا يجدون أي بيت ومأوى، أعدادهم كبيرة وهم بحاجة لأبسط مقومات الحياة ألا وهي الدفء، يعني ما عدا التعليم والطعام، يعني بشكل رئيسي يحتاجون للدفء والبيوت التي تأويهم وأطفالهم. طبعا عمليات درع الفرات ربما يعني ان تمت السيطره بشكل سريع، هذا الشيء سيؤدي الى حلحله امور ومشاكل المدنيين او اغلبهم الذين سيعودون الى منازلهم وبيوتهم، حتى ترميم ما بقي من بيوت، ربما تدمرت ايضا بيوت بعض المدنيين. طبعا هذه ما يحل هذه المشكله هي فقط السيطره على مدينه الباب من قبل مقاتلي درع الفرات. شكرا لك خالد ابو المجد، مراسل اورينت نيوز من ريف حلب، وبالتاكيد اشكر ميرا. ايضا سيف العبد الله، مراسل أورينت نيوز من ريف حماة. أعلن جيش أسود الشرقية أن مقاتليه اقتحموا مواقع تابعة لتنظيم الدولة في ريف السويداء الشرقي. وقال المتحدث باسم أسود الشرقية إن مقاتلي الفصيل شنوا هجوما مباغتا على مواقع تنظيم الدولة في قريتي الساقية والكراع، مشيرا إلى أن الهجوم أعقبه اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر التنظيم. يجري قرابة 3000 طالب وطالبة من مختلف الاختصاصات العلمية امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة حلب الحرة في ريف حلب الغربي، كاختبار لما قاموا بتحصيله من خلال دراستهم، وكتأكيد على مواصلة تعليمهم رغم كل الظروف المحيطة. تجري في هذا المكان الذي اتخذ مقرا لجامعة حلب في ريفها الغربي امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي يتقدم إليها قرابة 3000 طالب وطالبة من مختلف الاختصاصات الأدبية منها والعلمية الموجودة في هذه الجامعة التي ولدت العام الماضي. لاحظنا إقبال متزايد من خلال الطلاب الذين قاموا بالانسحاب من جامعة حلب في النظام والتحقوا بجامعة الثورة، الأرقام متزايدة وخاصة في الكليات النظرية. لدينا أرقام في كلية الحقوق سنة أولى وثانية تقريبا ما يقارب حوالي 190 إلى 200 طالب تقريبا، في الكليات العملية لدينا في كلية الطب الشرعي الطب البشري تقريبا حوالي 270 في السنة الأولى وحوالي 250 في الثانية. إذن أرقام الحمد لله الطلاب متزايدة جدا نتيجة العمل المهني الذي وجدوه في جامعتنا جامعة حلب في المناطق المحررة. سابقا كنت أنا بكلية الحقوق سابقا، ولكن الوضع الآن أفضل بكثير، أفضل بكثير من أيام النظام. النظام محسوبية كثير منا، أما هون لا. فبكل وضوح أنا مراقب وأنا مدير إداري وقانوني بالجامعة، الأمور ممتازة وأكثر ممتازة إن شاء الله. وفق ذات المناهج التدريسية وبمدرسين وإداريين كانوا يشكلون جزءاً من ملاك جامعات النظام قبيل انشقاقهم، تدار العملية التدريسية وكذلك تسير الأعمال الامتحانية التي يحرص القائمون عليها أن تعكس أقصى درجات الانضباط والمسؤولية بما يحقق الغاية المطلوبة. الامتحانات تسير وفقاً لنفس يعني الطريقة التي تسير عليها امتحانات جامعة حلب، إما أن تكون المادة مؤتمتة أو أن تكون المادة كتابية أسئلة نظرية، تكون مستوفية لجميع المنهاج وتختبر مدى قدرة الطالب على فهم هذه المادة. وكأي جامعة عالمية تجري أيضا امتحانات عملية لطلاب الكليات العملية
وذلك باستخدام وسائل ومقررات تؤكد بأن جامعات المناطق المحررة لا تختلف عن باقي الجامعات من حيث التحصيل العلمي والخبرة التي يكتسبها الطلاب. الحمد لله رب العالمين، بسبب انقطاعنا عن جامعات الحكومية عند النظام السوري فتحت الجامعات الحرة أبوابها للطلاب المنقطعين أو حتى الطلاب المستجدين لحتى تعيد إعادة هيكلة دراسته ومستقبله، والحمد لله رب العالمين. يعني الوضع بشكل عام جيد نوعا ما بالنسبة للتقديم، بالنسبة للامتحانات، بالنسبة للأسئلة. هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين يحاولون إكمال دراستهم ما فوق الثانوية على الرغم من الظروف الأمنية المحيطة تفتح ربما نافذة أمل وجده الطلبة في هذه الجامعات بعد أن حرم النظام كل من يعارضه من إكمال دراسته في جامعاته. تجري في هذا المكان امتحانات الفصل الأول في جامعة حلب، والتي شهدت إقبالا غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية على حد قول المشرفين على العملية الامتحانية. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي. ختام هذه الجولة الميدانية، وإلى العناوين. انهيارات متتالية لدفاعات النظام في درعا وقتل بقصف جوي على أحياء المدينة المحررة. الجيش الحر يتابع تقدمه في الباب ومحيطها ويحاول قطع الطريق على قوات النظام نحو المدينة. هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها على قرى وبلدات في ريفي حماة وإدلب بعد معارك مع جندي الأقصى. وكان في الجولة أيضاً 3000 طالب جامعي يتقدمون لامتحانات الفصل الأول بريف حلب. أشكركم على حسن المتابعة. للمزيد زوروا موقعنا orient-news.net. إلى اللقاء.